الخير. من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. تصادم قطارين بالإسكندرية ومصرع وإصابة العشرات. قواتنا البحرية تنقذ 9 سياح أسبان من الغرق. قوم المرأة يرفض مقترحاً بقانون لزواج الأطفال. احجز شقتك في الإسكان الاجتماعي إلكترونياً. وإليكم تفاصيل النشرة. حادث أليم، فقد تصادم قطاران بمنطقة خرشد بالإسكندرية، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، حيث أشارت البيانات الأولية إلى مصرع وإصابة العشرات، فيما أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب التصادم، مشيرة إلى أن أوناش الهيئة توجهت لرفع آثار الحادث، كما توجه عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية إلى منطقة خرشد لتفقد مكان الحادث والوقوف على أسبابه، ومن بينهم مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا ومدير أمن الإسكندرية. هذا وأنقذت القوات البحرية بالبحر الأحمر 9 سياح أسبان بعد تعرض لنشهم السياحي للغرق بين سواحل مدينة سفاجا والقصير، كما أنقذت القوات البحرية طاقم المركب الذي يبلغ عددهم قرابة 8 أفراد. وكانت غرفة عمليات ديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقت بلاغا من جمعية الإنقاذ البحري حول الحادثة، وعلى الفور تم إخطار القوات البحرية التي دفعت بأحد اللنشات السريعة وتم إنقاذ الجميع عبر قارب نجاة. ردة للخلف، هكذا وصف المجلس القومي للمرأة مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون الذي ينص على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز 18 عاما، مضيفا أن هذا المقترح يعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني ويهدر حقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة حواء والطفل. وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن تقديرها لرفض البرلمانيات لمقترح هذا القانون. بدء المرحلة الثالثة، فقد فتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب أمام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة التي من المقرر أن تنطلق أعمال الشريحة الأولى منها صباح غد وتستمر حتى الاثنين المقبل. وتستقبل المرحلة باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية العامة هذا العام بإجمالي نحو 87,000 طالب، إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم عن طريق الإنترنت. احجز شقتك في الإسكان الاجتماعي إلكترونياً. فقد أعلنت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحدة أن التقديم سيكون لأول مرة إلكترونياً لاختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة المواطن الحاجز دورياً، حيث أن جميع المستندات يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري، وذلك بموجب الرقم الكودي الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم هاتفه المحمول عند إنشاء حسابه على الموقع، فيما يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل، البنوك أو شركات التمويل العقاري بعد تحويل المتقدم إليها وانطباق الشروط عليه. ملاحقة جرائم الهجرة غير الشرعية، فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 قضايا بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، وتم إلقاء القبض خلالها على 9 متهمين، كما أحبطت الأجهزة محاولة 13 حالة أخرى بإجمالي 153 فردا ينتمون لجنسيات مختلفة في ظاهرة مؤسفة تتيح مكاسب هائلة لسماسرة الاتجار بالبشر ممن يستغلون ظروف الشباب ويعدونهم بالأحلام المزيفة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.